ياسمين صبري تخرج عن صمتها وتعلق على زواجها من أغنى رجال الأعمال القطريين، كشفت معلومات لأول مرة. مناسبة ولازم تكون على ذوقي، ممكن حاجة تبقى ترندنج مش على ذوقي. خرجت الفنانة المصرية ياسمين صبري عن صمتها وردت على الشائعات التي انتشرت خلال الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول زواجها سراً من أحد رجال الأعمال. ويبقى قاعد سعيد ومرتاح ومطمن، فدي حاجة تسعدني، يعني أنا مش بفكر. وكتبت ياسمين على حسابها الرسمي عبر منصة إكس: دي من المرات القليلة جداً اللي رديت فيها على أي إشاعة متداولة، أنا لست متجوزة والإشاعة ليس لها أي علاقة بالحقيقة. وتابعت الفنانة المصرية: أنا بنت مصرية مسلمة، وعندما أتزوج أعلن عن زواجي أمام كل العالم، غير كده إشاعات ليس لها أي أساس من الصحة. وكانت قد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر دخول الفنانة المصرية ياسمين صبري بعلاقة حب جديدة من بعد طلاقها من أحمد أبو هشيمة. نشرت صفحة شربليتا المتخصصة بنشر أخبار المشاهير وفضحهم أن الفنانة المصرية ياسمين صبري التي انفصلت عن رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة تعيش علاقة حب سرية مع رجل أعمال قطري. وفي التفاصيل، أعلنت الصفحة أن رجل الأعمال هو من عائلة بن علي وهو من أغنى رجال الأعمال القطريين، ولفتت إلى أن عائلته تملك وكالة العلامة التجارية العالمية كارتييه في الشرق الأوسط. واختتمت الصفحة بالسؤال التالي: فهل سيتم الارتباط العلني بين الثنائي أم ستبقى هذه العلاقة سراً؟ وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، وجاءت التعليقات على الشكل التالي: الله، من بين كل هالفنانات ياسمين بتعرف تختار صح، كفو عليها، أكيد بيلحقوها أغنياء، يعني رح يلحقوا واحدة فقيرة؟ أكيد لا. وعلى صعيد آخر، كانت قد حضرت الفنانة المصرية ياسمين صبري قبل أيام قليلة برفقة العديد من نجوم الفن والمشاهير سباق الفورمولا 1 الختامي في أبوظبي الذي أقيم الأحد 26 نوفمبر تشرين الثاني.